بغيت انا يكون عندي شي بلاصه يعني ديالي، يعني بحال المحل ديالي، ونبدا كنطيب فيه باش داري ما تبقاش ديما مرونه وليداتي مرونين. يعني يكون عندي واحد المحل نخدم فيه ونليفري فيه منه فيه للناس. لا، احنا ما عندناش ثقافه العيب في عائلتنا. حنايا عندنا العيب هو العيب، اما الا كنتي خارجه كتخدمي على بعرق كتافك وتجيبي الطرف ديال الخبز من الحلال ماشي عيب. سميتي زبيده، عندي 37 سنه، ام ديال ثلاثه الوليدات، عندي جوج وليدات وبنيه. بحال العائليه ديالي مطلقه، يعني طلقت شحال هذا ما كنتش، يلا كيطلقت غير هذه السيمانه. هذه الظروف اللي خلاتني نخرج هي يعني كان الزوج ديالي ما خدامش، كنت كنخرج كنتعاون انا وياه، كنت كنبيع ونشري في حوايج اخرى، وجاتني الفكره باش ندير يعني نولي نطيب في الدار ونخرج للزنقه ونبيع. يعني لقيت اقبال على الماكله اكثر من حوايج اخرين. صافي جاتني الفكره باش ندير الموطور، حيت من الاول كنت كنتمحن في الترونسبور باش كتهز هذوك لي بواط اللي فيهم الماكله، وهذا خاصك طاكسي ولا خاصك طوبيس ولا هذا. فكرت باش ندير موطور ودرت ليه ديك البوكس وليت كنخرج. كنجي هنا حدا البحر، كنبيع ونشري مع الشباب مع الناس اللي هنايا. الحمد لله لقيت اقبال، كندير لهم الغداء وفي العشيه كندير الكوتي، ندير الحريره، ندير المسمن، البطبوط، الرغايف، بيض مسلوق، داكشي اللي كنديرو في الكوتي كامل كنجيبوه لهنايا والحمد لله. ما خصنيش نغيب بزاف على وليداتي، واخا عندي وليد صغير خصني نخدم ونرجع نطلع عليهم. هذا هو اللي خلاني نجي لهاد البلاصه، وقلتي لي جيت مخبيه في هاد البلاصه كيبقى الارزاق ديال الله. يعني الا بغى ربي رزقك راه واخا تكون في قاع البحر كيوصل لك الرزق ديالك. داكشي اللي مريت فيه انا ما نبغيش وليداتي يدوزوا فيه، يعني ما نبغيهمش يتكرفصوا بحالي، حيت صعيب باش تخرجي للشارع وتواجهي المجتمع، صعيب بزاف. يعني وليداتي ما نبغيهمش انا يدوزوا في هادشي اللي دزت فيه، هادشي علاش مضحيه على بزاف الحوايج، يعني الشتا فيك والبرد فيك الشمس فيك، في سبيل وليداتي باش يقراو ويوصلوا. المراه ولات بحالها بحال الراجل، كتخدم في اي حاجه، ومتطلبات الحياه راه تخلي المراه تخرج تخدم في اي حاجه، المهم تصور القوت ديالها بالحلال.